السلام عليكم. النهاردة هنكمل مع بعض باقي التبس بتاعة الشوب دروينج علشان نقفل اللايتنج بلان شوب دروينج. النهاردة التب بسيطة جدا وهي ادينج الدايمنشن. خليني لست عليك الخطوات اللي ابتدينا بيها. ابتدينا نعمل انترنال وايرنج وعرفنا ازاي نستخدمه بخصوص لسب سي في. عملنا هوم رن، شرحنا انواع الهوم رن ودي طرحناها في تب لوحدها. اتعلمنا ازاي نحط هاتش مارك، اتعلمنا انواع السويتشات والهوم ران بتاعها والسوري والهاتش مارك بتاعها. اتعلمنا ازاي نحط راوند بوكسز وانواعها. بقلنا في الشوب دروينج بتاع الانارة حاجتين، البول بوكس والدايمنشن والسيركتس نمبرينج. تمام، الماونتينج تايب او الانواع امبيدد او اكسبوزد وهكذا، والجاستفاينج المالتي ليدر ده مجرد اللي هو الفينيشنج بتاع اللوحه. النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الدايمنشن باستخدام لسب بي دي. لسب بي دي ولسب ان ان. تمام، طبعا الدايمنشن قبل ما نبتدي نتعلم ازاي نحط دايمنشن، خليني بس افهمك حاجة بسيطة جدا. دلوقتي لو انا عندي البلان بتاعي او المبنى بتاعي لسه خرسانات، فلو لسه عندك لسه خرسانات انت ما عندكش اي حيطان، كل الكلام ده مش موجود. ما هو الا عندك الا شوية اعمدة محطوطة وانت بتصب السقف، فالطبيعي مش هيكون الريفرنس بتاعك من حيطة. يبقى اول حاجة تسألها لما تيجي تاخد بلان الشوب دروينج، يا جماعة المبنى ده اتصب خرسانات ولا مصبوب وانا هشتغل والحيطان بتاعته اتصبت. لو اتصب خرسانات بس، فانت عندك الريفرنس بوينت منين؟ من اقرب عمود، دي الريفرنس بوينت بتاعتك. طب لو اتصب، لو المبنى خلص وانا شغال اكسبوزد، هيبقى عندك الريفرنس بتاعك من الحيطان. طيب بكل بساطة خالص، طبعا الدايمنشن لو انا هشتغل بايدي هجيب كده لينير واشتغل من كشاف لكشاف، وبعدين ادوس ديم كونتينيو علشان اكمل الكشاف اللي بعده، وافضل بقى ماشي كده. دي عندك دي طريقة. تمام، وافضل ماشي كده، طبعا بفضل اعيد الامر لحد ما اخلص. طيب لو انا بقى عايز احطهم كلهم مرة واحدة، عندي امر في الاوتوكاد في قائمة بتاعت سيركت برو اسمه بي دي، بيقولك select الاوبجكت، بختار الاوبجكت بتاعتي اختارهم. بعد كده بيقولك specify landing location، اختار عايز الدايمنشن محطوطة فين. فانت سي مثلا هتدوس هنا، حطهم لك في اقل من ثانية، بدل ما تستخدم امرين ثلاثة في الاوتوكاد اديك حطيتهم في اقل من ايه؟ اقل من ثانية. طبعا ما تنساش تظبط اللاير اللي انت شغال عليها، يبقى انت المفروض تكون عامل لاير للدايمنشن وشغال عليها. طيب ده كده بالنسبة للان بتوين دايمنشن. طب بالنسبة للهوم للتو بوينت، يبقى انا عندي امر تاني اسمه ان ان، سبيسيفاي الفيرست بلوك مثلا، ده البلوك اللي انا هستخدمه. خلينا شغاله من هنا، ماشي. بيقول لك سبيسيفاي النقطه، اختار النقطه ماشي، واللاندنج لوكيشن ده كده الاكس بتاع الواي بتاعها وادي الاكس بتاعها. يبقى انا كده اكست عندي كل حاجه. عايز اكمل بقى، هعمل ديم كونتينيو اختار الدايمنشن اللي انا عايز اكمل من بعده، سيلكت اهو للسنتر بتاع ده. ادي الامر بكل بساطة خالص. انا كده ممكن احط دايمنشن البلان ده كله في اقل من 10 دقايق. لو انا شغال بايدي بقى وكنت بشتغل مانيوال زمان وما كنتش اعرف الكلام ده، كان يعني الدايمنشن ده بياخد مني حبة حلوين يعني.
بس دي التيب كده بتاعت النهاردة، واشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله هنكمل مع بعض لحد ما نقفل اللايتنج شوب دروينج ونخش على السكشنز اللي بعده. شكرا.